الاخوان، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في القناه ديالكم ماما الخوت. في هذا الفيديو نوريكم الا بغيتوا تصحوا المعلومات او لا الاخطاء كنتو درتوها في الانسكريبسيون فاش كنتي كتدخل المعلومات ديالك الشخصيه وغلطتي وبغيتي تعاود تصححها. المهم كندخلوا حنا لهاد لاسيت، تلقاو الرابط في الوصف، كتكتب رقم البطاقه الوطنيه في الخانه الاولى وكذلك في الخانه الثانيه وكدير كونيكتي. الا نسيتي المود باس كتكليكي على المود باس اوبلي وكتحط المود باس ديالك باش تدخل هاد لاسيت. كما قلنا الرابط تلقاوه في الوصف، يديك نيشان لهاد لاباج. من بعد الخوت غتفتح معنا هاد لاباج على هاد الشكل كما تشوفوا معايا دابا نيت. من بعد الخوت حنا كنضغطوا على هاد الاختيار الثاني. من بعد الخوت كطلع لنا هاد لا ليست على هاد الشكل اللي فيها الاختيارات، كنضغطوا حنا على الاختيار الرابع معلوماتي الشخصيه. هنا الخوت كيطلعوا لنا المعلومات الشخصيه ديالتنا، الاسم، النسب، رقم الهاتف. كما قلت لك الا بغيتي تغير شي حاجه، مثلا عطيتيهم شي نمره ديال التليفون مشات ليك ولا بدلتيها وبغيتي تبدل الرقم الهاتف كدير موديفي هنايا. وهنايا كيطلعوا لنا المعلومات اللي كنا دخلنا. ها انتما خوتي كما كتشوفوا معايا كامل داك المعلومات اللي كنا دخلنا. من بعد الخوت الا بغيتي تبدل شي حاجه، هنا الخوت كتكليكي على داكشي اللي بغيتي تبدل، مثلا السميه ولا شي حاجه، وفاش كتبدلها كتسالي كتكليكي على انريجستري تاكيد. صافي كما قلنا هنايا كدير تاكيد وصافي كتاورجسترا هاد الموديفي اللي درنا دابا. بالنسبه الى بغينا نغيروا المستوى الدراسي ديالنا، كنا تسجلنا مثلا بالباك ولا دابا عندنا ليسونس او كنا تسجلنا بنيفو باك دابا ولا عندنا الباك، انا الخوت كنغيروا المستوى الدراسي ديالنا. صافي من بعد الخوت فاش كتغير داكشي اللي بغيتي كدير اونريجستري. من بعد الخوت خاصك دير شارجي واحد التوصيل جديد باش تلقى فيه دوك المعلومات اللي غيرتي، حيت التوصيل القديم ضروره تلقى فيه دوك الاخطاء اللي كنتي درتي. هنا الا بغيتي دير شارجي توصيل جديد كتكليكي على الاختيار الثالث. هنا غطلع لنا امبريمي، هاي كما كتشوفوا اخوتي امبريمي. فاش كتكليكي على امبريمي كدير شارجي واحد التوصيل وحده، وهاد التوصيل الخوت كتلقى فيه هاد التغيير اولا هاد التعديل اللي درنا على المعلومات ديالنا. وهادشي اللي كاين الخوت في هاد لا فيديو، نتمنى يكون استفدتوا معنا وعجبكم، وما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. يلا خليت لكم الراحه والسلام عليكم. بالنسبه الى بغيتي فيديوهات اخرين على التكوين المهني هما يطلعوا دابا نيت في هاد لا فيديو في الاخر ديالي. يلا السلام عليكم.